صبحكم الله بالخير. هلا والله وسهلا. طبعا هذا ايش قاعدين في تجهيزات حقت المخبوزات. صبحكم الله بالخير. بس سلام ما شاء الله تبارك الله. تقفيله كروسان ما شاء الله. بس نخلص منها نسوي لها الفولد. ما شاء الله تبارك الله. شوف اللمعة. هذا واحد، هذا اثنين، ثلاثة. طبعا هذه انا بقول لكم ايش طريقتها. هذه على حسب الحشوة اللي فيها. هذه على حسب الحشوة اللي فيها. شوفوا فيها هذا ستروبري اللي هو الفراولة، وهذه لبنة، وهذا اللي هو الروزبري. يعني على حسب الحشوة الألوان حقت الكروسان. طبعا هذا اللي هو شوكليت برالين اللي هو ما أدري شلون بقدر أشرح فيها صراحة. شوفوا هذه ما شاء الله تبارك الله. شوفوا كيف طالعة. يا سلام. وين 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 الجميل. أكثر واحد يطير من عندنا هذا الكروسان ما شاء الله تبارك الله. البيكان يا أخي والله لو تشمون الريحة، الريحة تكفي. بس هذا الكلاسيك برضو يطير ما شاء الله. طبعا هذه بيف بيكن معها بيض ومعها خلطة بعد عشان ما تطلع ناشفة. شيء ما شاء الله تبارك الله. هذه نوع من أنواع الدانش. يا الله هذه عشق عشق لا ينتهي بالنسبة لي ما شاء الله. هات خلاص ما أقدر أتكلم عنها هذه لأنها ما شاء الله تبارك الله ما يمدي نحطها إلا ماشية. هذه فوكاشا دانش. شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله. شوفوا هنا شوفوا اللايرز حقتها. بس ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. صراحة شيء يوسع الصدر. شوفوا هذه بعد الكروسان. طبعا هذه حشوتها من جوا كريمة الليمون ومن برا مورينج. هذه هيل مع كوكس. البابكا عاد هذه ما يحتاج اتكلم عنها لان في ناس يحبونها اصلا ردي كثير.